فروح بصي بقى، طبعا زي ما انت عارفة انا ماليش في جو الرومانسية والنحنحة ده خالص، واكيد عشان انا مش كاتب عظيم زي سيادتك فمعلش استحمليني، هكتب بطريقتي. بصي يا بنت الناس، لو كان حد حكالي قصتنا دي انها حصلت لأي اتنين غيرنا كنت قلت دول عمرهم ما ينفع يكملوا، الا لو مجانين او يعني بالتحديد انا، ما هو مفيش راجل يعمل اللي عملته الا لو مجنون يا فرح، مجنون بيكي. هحكي لك حاجه اصلا عمري ما حكيتها لك. اول يوم شفتك فيه يوم عيد ميلادك، يومها كان المفروض ابات في الاوتيل بس بدلت الشفت وقررت اروح، وانا ماشي في الطريق سمعت صوت الرصاص جاي من بيتكم، بس ده كان النصيب يا فرح، نصيبك إن يومها أقابل بنوتة بتتم 21 سنة. من ساعة ما شفتها بقى كل اللي شغلني في حياتي إزاي أخليها مبسوطة، وخدت عهد على نفسي إن أحاول أسعدها لآخر يوم في عمري. فرح تقالي كده، انتوا خمنتوا ده مين؟ ايوه هو ادم، اول قصة حب في حياة فرح. هحكي لكم عنه حكاوي كتير بس مش دلوقتي، الموسم اللي جاي.